ليست خربشات أطفال ولا رموزا من وحي خيالهم هذه التي رسموها على وجوههم، هي قضبان سجون لا تخفي خلفها ملامح طفولة بهتت فقط، بل أمان الأطفال وفرحتهم المفقودة منذ خطف آباؤهم. بحثا عن عيدهم القابع خلف القضبان، زار أطفال الحديدة مقر الأمم المتحدة بالمحافظة، علهم يستجدون منها التفاتة أو تحركا يسهم في إطلاق سراح المختطفين في سجون الميليشيا. في صنعاء أيضا ومن أمام مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حمل الأطفال بالونات بألوان تشبه أحلامهم المحاصرة بتفاصيل واقعهم الموجع، مرددين عيدي حرية أبي. عيدي حرية بابا، أطلقوا سراح بابا يفرح بالعيد. في إشارة لمطلبهم الوحيد بإطلاق سراح آبائهم من سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع دون قيد أو شرط. العيد أقبل علي وحيدة من دونك، ملابس جديدة قديمة في غيابك، وأحلام جميلة لن تتحقق وأنت بعيدا عني. للمرة الرابعة يا أبي، ذهب الأطفال إلى الأسواق مع آبائهم لشراء ملابسهم، وذهبت مع أمي بدونك. أتلفت حولي وقلبي حزين، لماذا أنا بدون أبي؟ للمرة الرابعة سيأتي العيد ولا أعانقك أول الصباح، ولن أحصل على عصب العيد من يديك العطرتين. للمرة الرابعة يا أبي، سأكون مثل اليتيم بين أصدقائي وآبائهم. للمرة الرابعة سأكون في العيد وحيدا. لم تكن وجهتهم يوما مقر المنظمات ولا الوقفات الاحتجاجية للاحتفاء بالعيد، لكنها عامان من المعاناة تغيرت فيها أحوالهم وتغيروا معها.